مهم هما كيجيو بحال هيا انا نصور لكم. ان شاء الله خوتي بسم الله ان شاء الله. هاي شتو هاي كتجي فنه وزوينه بالكفيته. هادي لا صوص راه فيها الحرور وداك الشيء. فرماج ودانون داك المهم راه وريتكم كيفاش. وشكرا الخوت، وما تنساونيش في ما تنساونيش في الاشتراك واللايك. شكرا. دابا درت البطاطا مسلوقة ودرت فيها الملح. هنايا عندي الكفتة درتها راغا، ودرت بصلة محكوكة، قزبر ومعدنوس. كيسالفو ليا القزبر ومعدنوس المهم، والملح. هنا ندير شوية ديال البزار، شوية ديال الكامون، شوية ديال القزبر حبوب كنديرو حيت مزيان مفيد. هنا ندير الثومة، ثومة مطحونة شوية صافي. دابا هادشي غادي نخلطو. دابا حبايبي غادي درت شوية تاع الماء، ما درتش الزيت في المقلة باش ندير الكفتة. المهم كتجي واعرة بحال مشوية، هاد الطريقة هادي كتجي بحال مشوية الكفتة، ما كتجيش. المهم أنا ما دايرهاش الزيت نهائيا في الكفتة. انت دابا فاش طيب هانتوما راه غير شويه ديال الماء، هانتوما شوف شويه كيكه ديال الماء صافي، كتجي واعره وكتجي بحال مشويه. القضية ديالنا ثم دابا هنا درت ثلاثة ديال الكيريات، غادي نزيد عليهم فرماج أحمر، غادي نزيد عليهم هاد الفرماج هدا بالمية شي حبيبات. المهم هي كتبغي الفرماج، هادي كتبغي الفرماج، نزيد عليهم هذا. المهم كاع انواع ديال الفرماج اللي عندكم نزيد عليهم هذا. ودابا نزيد عليهم واحد شويه ديال الثومه البودره، دير فيها غير الثومه البودره بوحدها، وشوية ديال الملح حيت صافي. بصي ونبداو نشدو البطاطا بحال هكايا، كتجي بغات هادي وكنديروها الوسط وكنسدو عليها. كنشدو تاني بحال هكايا نلصم الأعشاب. دابا غادي نبدا ندير هكا، غادي ندير هكا، من بعد نرجعو الكيك. نرجعو الكيك معرفتش كتشوفو دابا لا. غادي نعاود ندير ليه ندير دابا هو الخوت شتو هاوي. هنا درت هاد المقيلة هادي حيت تقيلة وما كتهش الزيت بزاف باش ما يضيعش ليا، درت هاد الصغيرة هادي. بسم الله صافي. دابا نجيب واحدة أخرى
هانتو ما تخافش، شتو كدي. المهم اخواتي دابا ندير لاصوص ديالها، هانتو ملح ديال دانو مصوص، درتي حك على حسب اللي كاينين غادي ياكلو. وغادي ندير معلقة ديال الموطا صغيرة، زيت شوية، وغادي نزيد معلقة ديال الهريسة الحار، مهم الحار حيت هي بوكسير هنا الحار. ثوم البودرة شوية، غادي ندير هذا واحد الفرماج سميتو مبغاش تحفظ ليا، المهم راه هو اللي كيدار في المهم صافي. وشوي كيكة شوية شوية لحقاش كاين الحار أصلا، ندير نقيط عرفتي فيتو اللي كاين السمو صافي. الحوت ملح وقيل ملح ملح الحامض، هي باقي الحامض. المهم ندير شوية ديال الملح من بعد ندير الحامض.